السلام الله عليكم مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم ومساحة للرأي. يدخل قطاع غزة شهر رمضان المبارك في ظل وضع إنساني متأزم لملايين السكان بالقطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي والذي دخل شهره السادس. يأتي ذلك فيما تستمر جهود الوساطة أملا في التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار خلال أيام وشهر رمضان الفضيل، وذلك بعد تعثر المفاوضات نتيجة تمسك كل طرف بشروطه ومواقفه في العملية التفاوضية المستمرة منذ أسابيع. مصر من جانبها مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء على المستوى الدبلوماسي لوقف الحرب ومنع التصعيد أو على المستوى الإنساني لإيصال المساعدات لأهلنا في غزة، وجدت تأكيدها أن معبر رفح مفتوح دائما لإدخال المساعدات. للمزيد حول هذا الموضوع وهذه القضية الشائكة والأهم، يسعدني أن أستضيف الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر الأستاذ حسام أبو العلا. مرحبا بك، نور حضرتك. اسمح لنا قبل أن يعني رمضان كريم الأول، سنة طيبين كل سنة وأيام مباركة رب على الجميع في ظل هذه الظروف الفلسطينية الصعبة في هذا الشهر الفضيل. أن نذهب إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل نبدأ هذا الحوار. أشهر عصيبة مرت على الشعب الفلسطيني شهد فيها سكان قطاع غزة كل أشكال الجرائم من قتل وإبادة جماعية وتهجير وتجويع وتنكيل، وتتعالى معها الأصوات والنداءات الدولية والإقليمية والعربية بضرورة وضع حد لحمام الدماء وفتح المجال لوصول مستمر للمساعدات لسكان غزة المحاصرين. مصر بموقعها الجيوستراتيجي ولكونها الجار الأقرب لغزة قامت وما زالت تقوم على مدار الساعة بدور حيوي على الاتجاهات كافة لاحتواء الأزمة في غزة وحشد الدعم الإقليمي والدولي نحو وقف لإطلاق النار في القطاع، خاصة مع حلول شهر رمضان. وفي إطار جولات التفاوض المستمرة منذ أسابيع، تتجه الأنظار من جديد نحو القاهرة ليدور الحديث حول اتفاق طال انتظاره لوقف العدوان على غزة، وتكتسب محادثات القاهرة أهمية كبيرة حيث تسعى إلى تقريب وجهات النظر والحصول على ضمانات لوقف إطلاق النار على مدار شهر رمضان، والبناء عليه باتجاه وقف دائم للحرب وإتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمحتجزين في قطاع غزة. بصرات عدة تتحرك مصر نحوها منذ 7 من أكتوبر الماضي، بدءا من الاتصالات المكثفة والتحركات الدولية والعربية لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع استمرارها في الضغط نحو إدخال المساعدات لسكان غزة المحاصرين عبر معبر رفح. موقف إنساني تجلى كذلك مؤخرا في قيام القوات الجوية المصرية بعمليات إنزال جوي على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الجوع ونقص الحاد في الخدمات، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع عدة دول. وما للقاهرة من مصلحة في كل هذه الجهود سوى روابط الدم والأخوة التي جعلت مصر الداعم الأول والمدافع الأهم عن قضية كل العرب. شهر مبارك مشاهدينا، شهر رمضان الفضيل، نتمنى إن شاء الله أن يكون شهرا على العالم وعلى هذا الكون وعلى مصر الحبيبة، وبالتأكيد على فلسطين والفلسطينيين بكل الكرم والأمان، وتحول هذه المحرقة أو الأزمة الكبيرة من قبل إسرائيل على غزة أو على فلسطين عموما في غزة والضفة أو الضفة إلى هدوء. على أي حال الأحوال أستاذ حسام، نجدد لك التحية. ويعني ماذا نقول، يعني الكلام لا يوفي الموقف حقيقة. فشهر رمضان هذا العام هو الأصعب بالتأكيد على أهلنا في غزة. كيف تقرأ المشهد؟ هل تم التخفيف أو سيتم التخفيف من حدة هذه المحرقة الإسرائيلية؟ أكيد طبعا. كل تعالى حضرتك كل السادة المشاهدين، كل سنة طيبين رمضان كريم على مصر والأمة العربية الإسلامية. الحقيقة طبعا يأتي رمضان هذا العام بشكل مختلف جدا عن أشقائنا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة ورفح. الحقيقة مأساة إنسانية وما زالت تداعياتها مستمرة حتى هذه اللحظة. التعنت الإسرائيلي الحقيقة واستمراره حتى رفض الهدنة في هذا الشهر الفضيل رغم الضغوط
العربية بقيادة مصر والدولية يعني بالجانب الأمريكي وأيضا بالتنسيق مع الأشقاء في قطر، الحقيقة كلها أسفرت عن يعني إن الأزمة ما زالت محل كسر. إسرائيل تواصل قصف على مدار الساعات، سقوط مزيد من الشهداء والجرحى والمفقودين، والأعداد بتزايد بين لحظة وأخرى. للأسف الشديد المشهد ما زال ضبابي، وما زالت المحاولات الجهود المصرية حتى هذه اللحظة قبل حتى ما نكون على الهواء بدقائق إن مصر تواصل جهودها لمحاولة توصل لقلنا خلال الأسبوع الأول من رمضان وتمتد بعد كده لبقية الشهر الفضيل، لكن زي ما ذكرت إن الأطراف سواء الطرف الإسرائيلي بيرفض بشدة، حماس لها بعض التحفظات على الهدنة ولها بعض المطالب. للأسف الشديد الضحايا هم يعني الأطفال ومن النساء. السيناريو لماذا يعني أستاذ حسام السيناريو تحول؟ يعني كانت إسرائيل منذ أشهر طبعا تسعى إلى هذه الهدنة، الآن إسرائيل لا تريد وتريد مزيد من شرب الدماء الفلسطينية. إسرائيل بدأت لم تتخيل أن تصل إلى هذه النقطة، لم تتخيل أن يعني كانت تتخيل أن أو كانت تطمح أن يكون الرد الفعل على موضوع طوفان الأقصى يعني يصل إلى ربما شهر ربما إلى أكثر، لكن امتداده إلى هذه الفترة وبدون رادع، مجلس الأمن لم يستطع حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار برادع إسرائيل نتيجة الفيتو الأمريكي. فهذه البلطجة الإسرائيلية استمرارها بوجود دوافع، بوجود مساندين لها، بوجود أرضية قوية بتستند عليها تواصل هذه البلطجة. لكن إذا يعني ما كان تم التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار، إذا ما كان هناك عقوبات على إسرائيل كان ربما كانت تفكر إسرائيل، لكن إسرائيل تواصل هجماتها البربرية بشكل قوي جدا. للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية تزودها بالسلاح وتدعي في جانب آخر أنها يعني تشعر بالأسى والحزن على الأشقاء وتريد أن توصل مساعدات. فبالتالي يعني هذه الازدواجية في المعايير الدولية، يعني محكمة العدل شفنا محاولات يعني لفرض عقوبات على إسرائيل ولكنها أيضا مجرد يعني بيانات لم تخرج إلى حيز التنفيذ. في النهاية أنت أمام مطلق عليه بلطجي المنطقة أو الذي يمارس كل أنواع العنف وكل أنواع القتل، وزي ما حضرتك ذكرت يرتوي بالدماء ويعني ما زال الظمأ بداخله بمزيد من الدماء. فبالتالي هذه المأساة ممتدة، ولكن نأمل أن الجهود المصرية في كل الحروب الإسرائيلية الماضية كانت إسرائيل تقول سوف تكون الحرب أسبوعين أو على الأكثر عدة أسابيع. هذه الحرب إسرائيل كل فترة تحقق مزيد من القتل دون تدخل دولي ومزيد من الإيذاء الشديد والبطش الشديد، وبالتالي هي حرب مفتوحة. وفي هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ونحن في الشهر الفضيل، إسرائيل أيضا تخترق الحرمة الإسلامية كاملة والحرمة الإنسانية لهذا الكوكب كاملة، ونتنياهو يعلن أن الحرب مستمرة، بل هناك ربما تصعيد وربما يحدث اجتياح أيضا بري في رفح. تعليقك على يعني هذا التطور المخزي؟ يعني ربما كان هناك بعض القرارات أصدرتها يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن فترات سابقة ربما لم ترقى لحيز التنفيذ، لكنها كانت أوقفت بعض التمددات الإسرائيلية أو بعض الهجمات البربرية الإسرائيلية أو الاجتياحات اللي كانت بتتم إسرائيل في بعض الفترات. لكن هذه المحنة تحديدا هناك صمت دولي مخزي، هناك يعني عدم ردع لإسرائيل. وشفنا في بداية الأزمة أن البعض كان متعاطف مع إسرائيل، يعني البعض كان بعض الدول اللي هي تحولت في موقفها في هذه الفترة دول أوروبية، دول أوروبية كانت تدعم إسرائيل وكانت يعني تستخدم العبارة حق الدفاع عن النفس، العبارة المطاطية اللي دايما يعني تلجأ لها بعض الدول حق الدفاع عن النفس. فبالتالي كان هناك صورة مصدرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها، لكن مع تفاقم الأزمة وزيادتها والجانب الإنساني الشديد الخصوصية والأبواب مجاعة، يعني زي ما ذكرت اليونيسيف وذكرت منظمات تبع الأمم المتحدة أن أكثر من 2 مليون فلسطيني على أبواب مجاعة، فبالتالي هذه ربما تكون الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم. فبالتالي إسرائيل لو لم تجد هذا الردع ستواصل
وايضا هناك بعض السيناريوهات اللي كانت تم اكتشافها بعد ذلك، اللي زي مثلا موضوع تصفيه القضيه الفلسطينيه، زي محاوله يعني ازاحه او يعني استكمال ملف النازحين، تصدير ازمه لمصر في موضوع يعني ان هو يكون تصفيه كامل القضيه الفلسطينيه وتهجير الفلسطينيين لموضوع سيناء. هذه الملامح المؤامراتيه المؤامرات اللي ظهرت والمخططات الاسرائيليه اللي تمددت بشكل ما وتم كشفها في الفتره الاخيره، تشير الى ان المخطط الاسرائيلي لم يكن فقط قاصر على موضوع رد فعل على موضوع طوفان الاقصى، ولكن مخططات بدات تظهر وبدات يعني تتوسع وتتمدد. لكن هناك دور قوي لمصر الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظه الاولى، ودور مصر واضح ودور قوي جدا لمنع موضوع تصفيه القضيه الفلسطينيه. ولسه التصريحات الاخيره للسيد الرئيس برضه بتؤكد استمرار الدعم المصري للقضيه الفلسطينيه ومنع تصفيه القضيه. السؤال الان، اي رصيف سيحمي الفلسطينيين ومستقبلهم ومقدراتهم؟ هل الرصيف الامريكي المزمع الاصطناعي الذي سوف ربما ينشئه الامريكان ليعطوا نثرات من الاكل والشراب الى الفلسطينيين، كافي غطائيا لدى الرئيس بايدن وانتخاباته المقبله؟ هل يكفي يعني هذا الرصيف الفلسطينيين واحتياجاتهم وامالهم والى اخره من امور حقيقيه؟ قبل ان تفكر الاداره الامريكيه في اقامه رصيف لتوزيع يعني وجبات على الفلسطينيين، تتوقف عن يعني تزويد اسرائيل بالاسلحه. يعني هذا الاهم. يعني هناك ضغوط من دوائر صنع القرار داخل السياسه الامريكيه او المجتمع الامريكي لموضوع وقف تسليح اسرائيل في هذه الفتره تحديدا. هناك حضرتك تدرك ان هناك طيارين داخل الاداره الامريكيه، يعني الصقور والحمام، والصراع دايما ما بين الحزبين الشهيرين في الولايات المتحده. وايضا في هذه الفتره شديده الخصوصيه في الانتخابات الامريكيه، كل من يلعب بالقضيه الفلسطينيه كورقه من الاوراق المهمه. فبالتالي موضوع بايدن وادعاءه ان هو يعني موضوع الرصيف والمساعدات لن يسمن ولن يغني من جوع ولن يعني يحل القضيه، وربما حتى الفلسطينيين يعني رافضين لهذا الامر، يعني رافضين الموضوع ده، لان ده ربما يكون يعني محاولات زي ما انا ذكرت للتغطيه على الدور الامريكي الفاضح في موضوع الدعم لاسرائيل. لكن تصوري الشخصي ان الاهم ان تتوقف الولايات المتحده الامريكيه عن ارسال الذخائر والاسلحه التي يقتل بها ومنها اشقائنا في فلسطين. فاذا لم تجد اسرائيل هذه الاسلحه او عانت من نقص او بدات تدرك ان الدوله الامريكيه لها دور واضح في موضوع الازمه، فربما يكون هناك توقف من الجانب الاسرائيلي، يعني ما كانش في اسلحه او ما كانش في، فبالتالي يكون في دور ايجابي اكثر للاداره الامريكيه. لكن موضوع اللي حضرتك ذكرته اللي هو موضوع الجانب الانساني او موضوع الرصيف، انا شايف ان هو يعني محاوله التغطيه او ورقه انتخابيه بيلعبها. لا ادري اي سلام تتحدث عنه امريكا في المستقبل بعد ان يعني اي مواطن فلسطيني تم قتل كل اقاربه وجميع اقاربه، اي سلام وباي وجه سيتم ذلك؟ لكن هناك ايضا احراج نتيجه هذه الحرب القاسيه، احراج لمصر نتيجه ان احنا عندنا معاهده سلام مع اسرائيل، وفي ذات الوقت احنا مع اخواننا الفلسطينيين. والسؤال الان، ما هو الدور المصري طوال الفتره الماضيه والان والقادم ايضا في منع اي جريمه كبرى او اجتياح بري اسرائيلي في رفح وهو متوقع ايضا؟ احنا يعني منذ الازمه احنا اشتغلنا على اكثر من محور الانساني، وشفنا موضوع المساعدات، واحنا كنا يعني اكثر من نصف المساعدات كانت من مصر رغم ظروفنا الصعبه والازمه الاقتصاديه اللي بنمر بيها، لكن اكثر من نصف المساعدات مصر ومعبر رفح ومحاوله اسرائيل اللعب بيه وتصدير صور العالم على ان مصر كانت بتعرقل المساعدات، والحقيقه دي كانت كلها طبعا اشاعات مغرضه لمحاوله يعني التقييم الدبلوماسي. المحور الدبلوماسي اشتغلنا عليه بشكل جيد جدا، وشفنا مصر سعت منذ اللحظه الاولى ايضا الى يعني دعوه قاده العالم، وشفنا قمه القاهره اللي على الرئيس السيسي، وبعد كده الجنه الدبلوماسيه بقياده الرئيس، واكثر من لقاء سواء من مسؤول يعني امريكي او مسؤول اوروبي، ومحاوله ان احنا نكون ننبه العالم لخطوره هذا الملف.
الاستمرار في الدور المصري حتى هذه اللحظة هو أيضا محاولة الوصول إلى هدنة، زي ما قدرنا إن احنا يعني ننجز بعض الشيء في المساعدات، ولكنه لم يكفي حتى هذه اللحظة. الموضوع محتاج كميات كبيرة جدا، محتاج كميات أضخم من المساعدات. العالم كله بيشير إن ده يعني 10% يمكن من المساعدات اللي بيحتاجها الشقاق الفلسطيني، لكن هذا هو المتيسر حاليا. فبالتالي مصر هي كان ليها الدور الأبرز في موضوع إنفاذ المساعدات. أيضا الشق السياسي، مصر تمارس دور ناجح جدا ودور قوي جدا في موضوع التوصل للهدنة الأولى، وتواصل أيضا حتى هذه اللحظة من سعيها لموضوع إنجاز هدنة جديدة. فنأمل خلال الساعات القادمة أن احنا يعني يكون هذه الهدنة ليها صدى في هذه الأيام الحقيقة اللي احنا كلنا يعني نتمنى التقاط الأنفاس لمعالجة الملفات مرة. اسمح لنا أن نذهب إلى قراءة للصحف ونعود سريعا. العالم يقال أنه عالم ما بعد حرب غزة، دعونا نرى. الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية يشير إلى أن استمرار عمليات التفاوض والوساطة هي الأساس للبحث عن انفراجة في المشهد الراهن، مرجحا إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة بآفاق زمنية محددة ومرتبطة بأعداد من المحتجزين الذين سيطلقوا سراحهم في غزة، وهو هدف أساسي لدى حكومة الحرب الإسرائيلية للتخفيف من الضغوط الداخلية والإشارة إلى قدرتها على تحقيق أهداف ملموسة من استمرار عملياتها العسكرية. في حين يرى الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية أن استمرار الحرب في شهر رمضان ستكون له عواقب وخيمة على كل المستويات، وإسرائيل ستكون أول المتضررين، إذ من المحتمل أن يؤدي استمرار الحرب إلى تسخين جبهات عدة في الضفة الغربية وحتى في الشارع العربي داخل إسرائيل، فضلا عن تنامي ضغوط الرأي العام في الدول العربية والإسلامية. أما الدكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية فيرى أن أسباب تأخر الوصول إلى هدنة في قطاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل منذ اليوم الأول باستمرار الحرب، لافتا إلى أن الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن حقوق الإنسان أصبح مزعجا لا سيما مع وقوع مجاعة في غزة. ورغم ذلك قررت زيادة المساعدات والضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر من المدنيين. وأخيرا الدكتور سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لم يستبعد في اقتداده أن تكون هناك تحولات جوهرية في الأمتار الأخيرة من عملية التفاوض قد تقود إلى إقرار اتفاق ولو مؤقتا خلال شهر رمضان، مضيفا أن الأمر يتطلب ضغطا حاسما من جانب الولايات المتحدة وبصورة مغايرة عن النهج الذي اتبعته خلال الأشهر الماضية. لا أدري كيف يتحدث الإسرائيليون أو الذين يحاولون أن يعني يتوقفوا عن هذه الدماء، عن عالم ما بعد غزة، ونحن لم نوقف هذه المحرقة وهذه الإبادة الإسرائيلية. ما رأيك في ما يقوله أو يتداول في شأن ما بعد غزة والرد الفلسطيني أيضا عليه؟ يعني علينا أن ندرك أن هناك سيناريوهات يعني يحاول البعض أن يصدرها، زي موضوع يعني الحكم في غزة، من ستكون الحكم، من سيدير غزة ما بعد الحرب. شفنا التحركات في فلسطين لتشكيل حكومة تكنوقراط، والرئيس الفلسطيني بدأ يعني يشكل حكومة. شفنا التحركات الأمريكية لمحاولة فرض رؤية لموضوع إدارة غزة، الرؤية الإسرائيلية أيضا لمحاولة إدارة غزة. لكن في النهاية أنا صور الشخصي أن قبل التفكير في العالم ما بعد غزة علينا أن ندرك العالم الآن، ووقت دائرة الحرب، وقف الدماء. العالم يعني في صمت يعني مطبق للأسف الشديد. هناك أزمات رغم يعني أنها أقل حدة من موضوع غزة، ولكن كان هناك استنفار دولي ليها بشكل سريع. يعني مثلا يعني أزمة أوكرانيا، العالم كله انتفض وشفنا دول تدخلت ودول كان لها دور بشكل قوي. أتصور الشخصي أن الدماء العربية لا تقل عن الدماء الأوروبية، ولكن طبعا حضرتك تدرك لأي مدى ازدواجية في المعايير الدولية، والكيل مكيالين
ازاي القضايا العربيه دائما وشفنا التلكؤ سواء في مجلس الامن والامم المتحده امام القضايا العربيه. طب انت كاديب وككاتب بالتاكيد تتابع الراي العام الداخلي الاسرائيلي. كيف تتابعه عن كثب من ناحيه ابداعيه وفكريه خصوصا انها دوله ثينك تانكس ومؤسسات فكريه يعني؟ هناك غضب شديد جدا على الحكومه المتطرفه، يعني البعض يتخيل ان المجتمع الاسرائيلي راضي تماما عن اداء حكومه نتنياهو، لا، هناك غضب شديد على تصرفات ومواقف والقرارات الهوجاء الحمقاء اللي وقعت فيها الحكومه المتطرفه. الداخل الاسرائيلي علينا ندرك ان هناك البعض يريد ان يعيش في سلام ايضا، يعني هناك اصحاح من منشطات ومن دول اخرى ومن تم تجميعهم في هذا المكان، لكنهم في النهايه يريدون السلام. المواطن الاسرائيلي العادي جدا لا يريد الحرب، وشفنا الضغوط اللي مارسها اهالي الضحايا عندهم ازاي وكانوا واقفين امام مقر الحكومه الاسرائيليه والضغوط اللي بتمارس لوقف الحرب، لكن الحكومه المتطرفه حكومه دمويه وتريد ان تغطي على الفساد الداخلي لديها. حضرتك تدرك ان نتنياهو متورط في ازمات فساد، بمجرد ما يترك الحكم سيتم محاكمته. سؤالي لك، هذه الحرب يعني الاسرائيليه الغير مسبوقه ستغير الجيوسياسة الخاصة أو المناطق الجغرافية الخاصة بغزة وبفلسطين إلى آخره، في رأيك طالما تحدثنا عن ماذا بعد ونفتح هذا الملف، كيف ستكون الجغرافيا الفلسطينية مستقبلا أو بعد هذه الحرب؟ أنا السؤال الشخصي، لن تستطيع إسرائيل أن يعني تغير رغم مخططاتها الرهيبة. المواطن الفلسطيني مواطن يعني ينتمي جدا لأرضه، وشفنا الضغوط الرهيبه اللي تمارست عليه على محاوله، لكن هيتم تقسيم الارض وهيتم تقسيم غزه نفسها. هذا اللي خطط الاسرائيلي حتى هذه اللحظه. انت ترى انه لن يحدث؟ لن يتم. لن يتم رغم المخططات الاسرائيليه ورغم الوجود على الارض، هم موجودين على الارض حتى هذه اللحظه. لكن ربما التغيرات في الفتره القادمه ستغير وجهه نظر اسرائيل. ماذا سيغير يعني؟ يعني ربما يعني الجهود العربية، ربما الجهود الدولية، ربما تدرك إسرائيل أن هذه المخططات لن تنبي في النهاية ما تحققه، لكن لها بعد اقتصادي هذه التحولات الجيوسياسية. أكيد عاوزين نعمل غاز فعاوزين نقسمه. ربما هذه السيناريوهات تتصور إسرائيل أنها تستطيع أن تحققها، لكن أنا عن سؤال شخصي أن هذه المخططات الإسرائيلية إلى زوال. صحيح منطق القوة ومنطق أنها تملك الترسانة ترسانة الأسلحة ومنطق أنها زي ما ذكرت على الارض حتى هذه اللحظه، لكن انا شايف ان السيناريوهات تشير الى انسحاب القوات الاسرائيليه في الفتره القادمه. يمكن هي وجهه نظر متفائله، لكن انا سؤال الشخصي ان قطاع غزه سيعود لاهله باذن الله. الفلسطينيين شعب يتمسك جدا بارضه، وعلى مدار اكثر من 70 سنه لو الشعب الفلسطيني بعد كل هذه المجازر كان متهيألي في شعوب كتير جدا سابت ارضها في مجازر اقل من كده بكتير. على جانب سريع وموازن، هل ستخوض اسرائيل مزيد من الحروب في المنطقه مع حزب الله وغيرها من المناطق؟ فتحت جبهه مع لبنان مؤخرا، وحزب الله بدا يعني يفتح جبهه، وشفنا ان الموضوع تصاعد ليس فقط في الجنوب اللبناني، لا ده وصل كمان لمناطق داخل توغل، يعني قصف وصل لمناطق. لكن اسرائيل ربما كانت تحاول ان تؤكد قوتها وسيطرتها في المنطقه وليس فتح جبهه اخرى، لانها بغنى عن هذا الامر في هذه الفتره. وتدرك كمان انها لم تحارب حزب الله فقط، هي تحارب ايضا ايران، لان يعني ايران ستستطيع ان تدخل على الخط بتزويد حزب الله مزيد من التسليح، فبالتالي سيتطور الامر الى ازمه كبيره بالنسبه لها، وهي كمان مش قادره تنهي ملف غزه. اصرار امريكا على مسانده اسرائيل في اداره بايدن، من سيكون الخاسر الاكبر؟ هل بايدن في الانتخابات المقبله ام امريكا نفسها كدوله وفي المستقبل الامريكي؟ كل التقارير الدوليه بتشير ان امريكا هي الخاسر الاكبر من كدوله بعيده عن بايدن. اكيد بعيد عن بايدن. كل الانحياز الفاضح اللي صدر من الاداره الامريكيه في هذه الفتره هو وصمه عار في جبهه. كل التقارير الدوليه حتى من الداخل الامريكي كانت تحاول ان تضغط على الاداره الامريكيه لمحاوله ابعاد هذا الامر، لكن للاسف الشديد صادف ازمه غزه موضوع الانتخابات الامريكيه، فبالتالي كله من داخل سواء المرشحين سواء الاحزاب كله يحاول ان يلعب بالقضيه الفلسطينيه، والبنك الصهيوني موجود ايضا ليه دور في موضوع اتخاذ القرار داخل الاداره الامريكيه.
يعني نتمنى كل الخيرات في هذا الشهر الفضيل، بل ندعو وليس نتمنى فقط، ونتمنى بمناسبة اسم حضرتك العائلي العلا لهذا الوطن والعلا إلى الفلسطينيين. ونورتني أستاذ حسام أبو العلا، طبعا الكاتب الصحفي بالهرم ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر. شكرا جزيلا مشاهدينا، يعني اللهم يسر على كل إنسان وعلى إخواننا الفلسطينيين وعلى كل مضغوط ومتعثر وكل من يحب أن يعمر هذه الأرض الكريمة. من تحية أنا أحمد يوسف ومن كل فريق عمل هذا البرنامج، كل باسمه، في دائما مساحة للرأي، وإلى اللقاء.